في هذا العدد نتابع حدث حضور رئيس الحكومة إلى مجلس النواب في إطار الجلسة الشهرية لمساءلة. موضوع هذه الجلسة كان حول حصيلة الدبلوماسية المغربية بخصوص قضيتنا الوطنية. تحقيق العدد يتناول تراجع الفرشة المائية بجهة بني ملال خنيفرة، وكيف يؤثر هذا الأمر على القطاع الفلاحي، وما هي الحلول المقترحة من أجل تجاوز المشكل؟ ثلاث أسئلة إلى نرصد من خلالها عمل لجنة استطلاعية زارت عددا من مراكز الطب النفسي. المجلة تتخللها فقرات أخرى. مشاهدينا الأفاضل، السلام الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من مجلة البرلمان والناس. حدث هذه الحلقة يتعلق بحضور رئيس الحكومة إلى مجلس النواب في إطار الجلسة الشهرية لمساءلته. موضوع هذه الجلسة كان حول حصيلة الدبلوماسية بخصوص ملف وحدتنا الترابية، وكذلك آفاق حسم هذا النزاع المفتعل. نتابع أجوبة رئيس الحكومة في هذا الجانب، وكذلك كيف تفاعل النواب معه. كل هذا في تقرير أمين الخالدي. الحصيلة الدبلوماسية للمملكة في ملف القضية الوطنية وأفاق حسم نزاع الصحراء المغربية كانت في صلب الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة أمام مجلس النواب، وقبله الآثار المترتبة عن اعتراف الأمريكي بالصحراء أرض مغربية سيكون له آثار على القطاعات الأخرى كالاقتصاد والتنمية. قوة تنفيذية ملزمة. الاعتراف يعني ماذا؟ جميع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ستدمج الصحراء. المستثمرين الأمريكان لم يكن يذهبون إلى الصحراء لأنهم ما كيعتبروش الصحراء أرض مغربية، فلذلك ما يمكنش يستمروا فيها. اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية لم تكن تشمل الصحراء. السياح الأمريكيين لم يكونوا يذهبون إلى الصحراء إلا نادرا وقليلا، وغيره كثير من اسمه. اليوم غادي تفتح أيضا قنصلية في الداخلة، ما كانش ممكن تفتح قبل هذا البيان الرئاسي الأمريكي الذي يعترف بمغربية الصحراء. إذن غادي تكون على هذا القرار تداعيات كبيرة، ليس فقط سياسية ودبلوماسية ولكن اقتصادية واجتماعية وتنموية. هذا الاعتراف وهذه الشراكة اللي غتكون بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية غتجلب واحد المجموعة ديال الاستثمارات كبرى غتعرفها جميع الأقاليم الجنوبية، وهذه الاستثمارات من غير فرص ديال الشغل تأهيل المقاولات المحلية اللي في المناطق الجنوبية وتطويرها باش تكون قادرة على المنافسة باقي الشركات باقي من القطاعات التي من المنتظر أن تشهد طفرة في التعاون واستفادة المغرب من التكنولوجيا الأمريكية على مستوى مختبرات الأدوية واكتشاف اللقاحات، على اعتبار أن المغرب بوابة أمريكا نحو إفريقيا. احنا كنتمنوا باش حتى هما يجيو ويعطيونا التجارب ديالهم في هذا المجال هذا، لان البوابه ديال افريقيا احنا كمغاربه يمكن لنا نفيدوا بها كذلك الدول الافريقيه اللي هي كتفتقد لواحد العدد كبير ديال هذا الشيء العلاج وديال الوقايه من الامراض، وامراض اللي هي خاصه بافريقيا، وحنا كنحاولوا باش نشرعوا في هذا العمل هذا باش نحميوا هذوك المواطنين ديال هذيك البلدان الافريقيه اللي حنا بغينا نمشيو عندهم ونديروا واحد استثمارات كذلك في مجال الصحه. على المستوى الدبلوماسي، فداخل المنظمات الدوليه الكبرى حسب الاتفاق الامريكي فامريكا حليف استراتيجي للمغرب، وهي من تصوغ تقرير الامم المتحده بخصوص العديد من القضايا التي تهم المغرب. أن الولايات المتحدة بعد اعترافها بالسيادة على الأراضي المغربية في الصحراء مفترض أن تكون حليف. هي كانت اللي كتكتب التوصيات ديال في داخل الأمم المتحدة. اليوم منتظر منها باش ترجم هذا الاتفاق على مستوى تقديم الدعم السياسي الذي ينتظره المغرب مادام الملف مازال في دواليب الأمم المتحدة. فتح الولايات المتحدة الأمريكية لقنصلية في الجنوب المغربي بنفس اقتصادي حافز لاستقطاب دول أكبر تبحث عن فرص الاستثمار والربح والاستقرار والأمن بصيغة رابح رابح بعيدا عن النزاعات المفتعلة. تحقيق العدد ينقلكم إلى جهة بني ملال خنيفرة، هناك نتابع تراجع الفرشة المائية وكيف يؤثر هذا الأمر على القطاع الفلاحي وكذلك استفادة السكان من الماء الصالح للشرب. نتابع هذا التحقيق الذي أنجزه أمين الخالدي.
جهة بني ملال خنفرة الرائدة على المستوى الفلاحي بدأ يتربص بها شح وتراجع الفرشة المائية إلى مستويات غير مسبوقة، أولا لأسباب التغيرات المناخية، وثانيا إلى تراكم سنوات الجفاف، وثالثا إلى ازدياد الحاجة لهذه المادة الحيوية. المواطن هنا في ضواحي أزلال هو أول المتضررين. هنا نواحي قصبة تادلا رغم التساقطات المطرية الأخيرة، فدواوير جماعة سمكت لا زالت تنتظر سهاريج الماء بانتظام. كنا بغاي يصبروا باغي يعوموا باغيين فوق الغيسل تيغرقوا لنا هنايا والواحد صايم بالماء ما كنصبروا على شحال وخويا راه مضيعين بزاف لا ما لا ضو لا طريق لا حتى حاجه. كيدوز واحد الواد صغير من هنايا فوق الشتاء كاين اللي قد اللي عنده حشك بهيمه يمشي كيمشي يسقي بها اللي عنده حشك حمار تيسر يجيب الحوايج ولادو تيمشي يسقي ويسقي ويصبر كي اللي كيعوم ولادو تما تيعوم ومصب اللي تما كل واحد يقدر يطير فيه 50 إطرة على 3 ايام في السيمانه و50 لتر شاد ديال هذاك الشيء اللي هو المعاناه الكبيره هي هذيك اللي كنعانيو كنعانيو من ديك 50 لتر اش غدير لنا واش تصبن واش توكل واش تشرب واش اشنو دير بالسياق وما كنهضروش عليه 50 لتر شحال 50 لتر على 3 مرات في السيمانه اللي كيتسقالنا دابا ولاو جوجات دابا ولاو جوج مرات دابا السبت والاربعاء فاش برد الحال قالوا لينا راه الصيف اللي كيتستهلك الماء دابا في البروده غادي تبقى تجيكم الماء جوج المرات في السيمانه. صحيح أن السلطات المحلية هنا تزود الساكنة المتضررة بحل مؤقت عبر صهاريج مائية، لكن هذا الأمر هو غير كافي. خاطر نجيو تنعطيوهم 3 أيام في السيمانة، الاثنين ولا الأربعاء والجمعة، فالساكنة تيبان بأن كاين عندها نقص في الماء، يعني مساكن واخا تنعطيوهم داك القدر اللي تيشدوا فهو ما تيلبي لهمش الحاجيات ديالهم، حنا في 2020 يعني في 2020 حشومة باش تشوف بحالك. يعني الساكنة محتاجة الماء بزاف. هذا اي تعمرت في الكاف كينزلوا في هذوك كلهم واش مزيين واش لا ما مزيينش في البروجي يعني كل واحد بوحده هذا بوحده ولكن هو الا جا البروجي راه ممكن يوصل لهاد الناس هذو كيكات كيكات هذه اللي كتبغي تعمر تبع السمكه لا هي لا مزلوف يعني بجوج بجوج راه تابعين ولكن دابا البروجي كاين ديال كيكات اي تعمر اشنو الحل دابا انا غنديرو شنو الحل لا بالنسبه للحل هو كاين في المشروع كاين بير وكاين بليكيبمون ديالو بير شاطو وقنوات مد القنوات لهاد الساكنه هادي هادشي اللي كاين في ليتيد شحال تقريبا غيكلف تقريبا غادي يكلف شي 120 مليون سنتيم شي تقريبا شي 120 مليون شحال غتستافد منه؟ غادي تستافد منه هاد الساكنه كلها ديال هاد الدوار ديال كيكات مزلوف وشحال وانتم كتسينوا هادشي؟ تقريبا هادي راه شي 3 سنين هادي باش حنا كنسينوا هاد المشروع هذا الناس ديال هنا ما عارفينش دابا لمن برلمان المنطقه يقول انه طرح عده اسئله متعلقه بندره الماء في البرلمان طرحنا اسئله وعده اسئله وتلحوا على المشروع اللي هو تعتبروا الساكنه حلم بغينا يصبح حقيقة هو السد ديال تكزيرت ربما الفرشة المائية راه هربات والظروف المناخية اللي تعاقبات ديال الجفاف عدة سنين هي اللي خلات أن الأبار كاملة تجف ودابا راه الناس ولاو تيعانيو الماء صليع في الشعب وتكزيرت فاش عين في الناس؟ غادي ينمي أولا الفرشة المائية وثانيا بالنسبة لها الجماعة ديال سمقت ولا الجماعة ديال قطايا أنهم يستافدوا من الأراضي الصخوية قصبة تادلا تتطلع إلى مشروع سد تكزيرت الذي من المنتظر أن يقام على هذه الأراضي ضواحي قصبة تادلا وهو بارقة أمل بالنسبة للسكنة وأيضا لتطعيم الفرشة المائية للفلاحة المعيشية وأيضا السقوية وهذا السد هذا غادي تبلغ الحقينة ديالو واحد 85 مليون متر مكعب وهذا السد عنده واحد الأهمية كبيرة بحيث غادي يساهم في تزويد المراكز والدواوير المجاورة للسد بمياه الشرب وكذلك غادي يساهم في تزويد واحد 16000 هكتار بمياه السقي اضافه الى انتاج الطاقه الكهربائيه وكذلك غادي يساهم السد في تطعيم الفرشه المائيه وخلق بعض الانشطه الاضافيه للمنطقه منطقة واويزخت ضواحي أزلال المطلة على معلمة سد بلويدان أصبحت تعاني بدورها من تراجع الفرشة المائية هنا يجتمع المستشار البرلماني عادي البركات مع ساكنة المنطقة للبحث عن حل ثاني بعد الأول الذي اعتمد على حفر الآبار إن شاء
المجتمع ديالنا اليوم اننا استطعنا ان نحفر واحد 34 بئر وربما ثلاثه الابار اللي تقدر تكون ناجحه او جوج الابار. دونك هنا تيكون واحد مجموعه ديال المبالغ الماليه اللي تهضرات حنا على اساس اننا ربما اليوم كنا نتمنوا ان نلقاو الماء. حنا عندنا نيه حسنه بان نزودوا جميع الدوائر ديالنا من الصح، ولكن ربما لونيب عنده خرائط مائيه على صعيد الاقليم. اليوم ان الاوان ان لونيب يتدخل وياخذ المشعل ويتكلف، كما ان المكتب الوطني للكهرباء انه استطاع ان يعمم الكهرباء ديال العالم القروي بواحد 98 او 99%. اليوم ان الاوان انه يتدخل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتعميم الدوائر بالماء الصالح للشرب. نقدر نقول لك الاقليم كذلك عرف واحد الطوره مهمه ديال المشاريع ديال المسالك الطرقيه. فتحنا مجموعه ديال 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 المسالك الطرقيه، ولكن باقي الخصائص. المبادرات التي قامت بها السلطات المحليه على مستوى الجهه ولا الاقليم في حفر ابار متنوعه على مستوى مجموعه ديال الدواوير لم يفي بالغرض ولم يقدم الحلول المنتظره من طرف الساكنه. ولهذا نناشد السلطات المحليه بما فيها المجلس الجماعي ولا على المستوى المركزي ولا على المستوى الجهوي اتخاذ مجموعه ديال المبادرات من اجل فك هذا المشكل اللي تعاني منه المنطقه، لا على مستوى الماء الصالح للشرب وكذلك الماء المخصص للسقي وللري على مستوى المنطقه. ثاني اشكال تعاني منه المناطق المحيطه بسد بالويدان هي الروائح الكارثه المنبعثه من محطه معالجه الازبال القريبه من الساكنه. ومسؤوليه المواطن والمستثمرين ايضا تكمن في الحاق اضرار بمياه هذا السد. كنين مرت البحيره دغغيان حشاكم الواد الحار. نعاني من مخلفات واثار الواد الحار وايضا مطرح النفايات التي اثر على صحتنا خاصه في فصل الصيف. فعندما مثلا نقوم باقفال النوافذ يزداد الحر بحكم طبيعه المنطقه. مش تقنش راجم السخونيه ديدو اي طالع. اقتنينا الارض بثمن مكلف وقمنا ببنائها، لكن عندما نريد ان نبيع لا احد يريد الاقتناء بحكم هذه المشاكل. فمثلا من 10 ملايين ترجت الى 3 ملايين سنتيم. محطه المعالجه خصها تكون بعيده على المنطقه بواحد 20 كيلومتر او 30 كيلومتر اللي يمكن يكون واحد الزحف ديال العمران، وما يمكنش نتواجدوا حنا في واحد مركب سكني. الناس تكرفصوا وتمحنوا وبناوا البيوت ديالهم، دابا البيوت ديالهم بغاو يهجروهم باقل الاثمان، ما كاينش اللي يعطيهم تا 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 ثمن رمزي في هاد المساكن ديالنا. دونك نتمنى نداء من السيد الوزير انه يرسل لجنه مختصه ويلقى الحل لهاد الناس. ما يمكنش هاد الناس يكونوا متواجدين امامهم محطة معالجة المياه العادية ومراهم لا ديشارج ولا ديشارج وكل شيء تيخوي. وهذا هو عار اننا كل شيء انه يخوي في سد بالويدان اللي في حقيقة واحد معلمة سياحية كبيرة ديال المنطقة. سد بالويدان الشرايين والمحرك لاقتصادي الجهة لا على مستوى الفلاحة وايضا السياحة والصناعة لا تتجاوز حقنته الان 19% بعد ان كانت قبل التساقطات المطرية الاخيرة 15%، والصور توضح مستوى التراجع الكبير. تقريبا تما كاين واحد 16% تقريبا 19% اللي كيبقى تقريبا راه النيفو لاحظتي انا النيفو هابط بالصراحة. ايه هابط بالصراحة. بالنسبه لحاله الموارد المائيه على مستوى الحوض المائي ام الرابع، ما يخفاش عليكم بانه هذه السنه عرفت واحد الشح في التساقطات، بالاضافه الى انه عشنا واحد ثلاث سنوات الاخيره ديال الجفاف. هذا الشيء كامل ادى الى واحد النقص حاد في مستوى حقنات السدود على مستوى سواء الوطني او سواء على مستوى حوض المائي ام الرابع. وبالنسبه لنسبه الملء حاليا لا تتعدى واحد 15%، وهي نسبه جد ضعيفه، حوالي واحد ما يناهز واحد 740 مليون متر مكعب. فهل خدينا مثلا سد بين الويدان اللي هو كنتواجدوا به حاليا، فهو نسبه الملء حاليا هي 19% بما يقدر واحد 236 مليون متر مكعب. وباللي خدينا سد حنصالي فنسبه الملء هي 12%، وبالنسبه لسد المسيره فنسبه الملء هي 12%. وهذه النسبه كتبقى كلها نقولوا جد ضعيفه، وهي ناقصه بالنسبه المعدل بواحد 63%. تراجع حقينات سد بالويدان أثر على المستوى الفلاحي. في جماعة البلدية ضواحي الفقيه بن صالح كان لنا لقاء مع فلاح وبرلماني الشرقاوي زنيدي الذي أكد على أن عدم تزويد الأشجار بالمياه الكافية يؤثر على جودة منتوج الزيتون وخاصة الموجه نحو التصدير.
علما أن هذه المنطقة كانت معروفة بالمدار السقوي. من يكفل اللح من هذه المنطقة أصبحت إشكالية ديال الماء تناقش على الصعيد البري، هناك كاين تجاوب ديال الوزارة المعنية، ومن خلال هذه السنة بالذات حاولنا نناقشوا إشكالية الماء مع القطاعات يعني القطاعات الوزارية يعني اللي تدبر قطاع الماء، لأن ما كاينش غير وزارة الفلاحة اللي وحدها اللي هي مسؤولة عن تدبير قطاع الماء، لكن كاين حتى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة اللي تدبر قطاع الماء، ومستعملين الماء كاين متدخلين كثار، مستعملين الماء كثار، كاين الفلاحة، كاين الصناعة، وكاين يعني البشر يعني النونيب الماء صح الشرب لأنه كيستعمل للمياه الشرب. هاد المتدخلين ثلاثة خص يبذلوا واحد المجهود، المجهود الأول أن خاص المصنعين يبداتهما يدخلوا في مخيلتهم يعني التدبير الجيد للماء، كذلك الفلاحين خاصهم تاهما ينحاولوا ما أمكن، أبار أنه كاينين كيديروا السقي بالتنقيط، ولكن خاص تدخل الفلسفة بأنه تدخل الإشكالية بأنه راه أصبحت ندرة الماء مطروحة، وأصبح أنه حتى في المغروسات ديالنا خاصنا نبدأ نفكروا في غرس مجموعة من المغروسات اللي تكون مقتصدة في الماء. كالأشجار المثمرة، الزيتون، الحواميد، الخروف الدير. يشار إلى أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتدلا كان قد أشرف على تنزيل برنامج السقي بالتنقيط في إطار برنامج المخطط الأخضر، وبشراكة مع البنك الدولي لإنجاز قنوات تحت أرضية جديدة تجنبا لضياع الماء واستعمال السقي بالتنقيط، لكن البرنامج اليوم يواجه إشكال تحدي المرتبط بالتزويد، والصورة تقول كل شيء. في إطار البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي عمل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي مع شركائه على برمجات برنامج تحويل مشروع التحويل الجماعي الذي يهم 31,000 هكتار كجزء الأول، وينقسم هذا المشروع إلى ثلاث أشطر. الشطر الأول يهم 10,500 هكتار تم إنجازها بالكامل، وبدأت عمليات السقي انطلاقا من سنة 2015. الشطر الثاني يهم 12,000 هكتار و500 اللي نسبة طور الإنجاز 90% تقريبا في التجهيز الخارجي، وبالنسبة للتجهيز الداخلي فهناك أطوار متقدمة في المشروع. بالنسبة للحلول، أولا انتظامية التساقطات المطرية وهذا خارج عن إرادة الإنسان، ثانيا تشييد السدود التلية في العالم القروي، وثالثا بناء سد تكزيرت اللي غادي يكون حل جذري وحقيقي على أرض الواقع هو سد تكزيرت. سد تكزيرت اللي ربما كانت عطتنا وعود أن الدراسة اللي مديورة لهذا السد ديال تكزيرت أنها تشمل جماعة سمقت وجماعة قطايا وجماعة ولاد سعيد وجماعة ولاد يوسف، ولهذا احنا تنضلوا من اجل هذا المشروع اللي ربما هو حلم عند الساكنه اللي بغيناه يصبح حقيقه. دقينا بزاف ديال البيبان من عهد وزير غلاد في الحكومات السابقه ديال عباس الفاسي، وحنا تنضلوا عليه. تدبير قطاع الماء حسب هذا الروبورتاج يجب ان يسند للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء في العالم القروي، ما تحويل الاعتمادات الماليه والمشاريع المباشره لهذا المكتب على المستوى الفلاحي اتجاه نحو الفلاحه التي تتاقلم مع التغيرات المناخيه. قامت لجنة استطلاعية بزيارة عدد من مراكز الطب النفسي، نتابع خلاصات هذه اللجنة وكيف تدار هذه المراكز وما هي الظروف التي تقدم فيها العلاجات للمرضى. أجوبة عن هذه الأسئلة كالمعتاد ضمن فقرة ثلاث أسئلة إلى السؤال الأول للسيد طارق القديري عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ما هي المهام التي ستقومون بها وما هي أسباب التي دفعتكم إلى القيام باللجنة الاستطلاعية للأمراض النفسية والعقلية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أتقدم بالشكر الجزيل لكم على الاستضافة لمناقشة موضوع مهم بالنسبة لي كنائب برلماني عن إقليم برشيد. هذا الموضوع كيهم باقي أقاليم المملكة وزادت الأهمية ديالو في العالم مع جائحة كورونا. بالعودة بالمستشفى برشيد مثلا، فقد كان معلمة تاريخية بالنسبة للمدينة. وضعيته الآن من الأسباب اللي دفعتني داخل الفريق الاستقلالي لأبادر منذ سنة 2018 لوضع طلب القيام بمهمة استطلاعية للوقوف على الوضعية الاستثنائية داخل هذا المستشفى العريق الذي تأسس سنة 1919، واللي كان كيتوفر على العديد من المرافق كالسينما والمسرح والفرن، كذلك الأمر بالنسبة للمستشفيات الأخرى للأمراض العقلية والنفسية، في الهدف تطوير هذه المؤسسات الصحية ذات الأهمية الكبرى خلال هذه الظرفية.
نفس السؤال بالنسبة للسيد رشيد الحموني عضو المجموعة النيابية التقدمية بمجلس النواب، ما هي أسباب التي دفعتكم إلى إحداث لجنة استطلاعية بخصوص مديرية الأدوية داخل وزارة الصحة؟ شكرا. فعل أسباب، السبب الأول لتشكيل هذه اللجنة أو المهمة الاستطلاعية لمديرية الأدوية، كما كتعرفوا يعني في مجال ديال يعني البروسيسوس ديال الصحة، الأدوية كتشكل واحد يعني واحد المرحلة اللي هي مهمة، رغم أن المريض كيدير تحاليل أو لراديو أو يعني يشوف أطباء اختصاصيين في بعض المجالات، ولكن الأدوية شيء مهم، يعني تسهيل ولوج المواطن الأدوية شيء مهم. اليوم كما كتعرفوا الأدوية في المغرب مازال الثمن ديالها جد مرتفع بالمقارنة مع بعض الدول اللي في نفس يعني القدره الشرائيه ديال المغرب، وكنا درنا واحد المقارنه مع بعض الدول، يعني الادويه في المغرب لا زالت مرتفعه رغم المجهود اللي دار تخفيض بعض الادويه، ولكن لا زالت مرتفعه. ولهذا قمنا بهذه المهمه الاستطلاعيه من اجل لان كانت مهمه في الولايه السابقه الاستطلاعيه، وكانت توصيات في هذا المجال، وكانت من بين التوصيات اللي كانت هي تشجيع الصناعه الوطنيه وتشجيع الدواء الجنيس. الدواء الجنيسي يعني كيكون بنفس المعايير ديال الدواء يعني الرئيسي، ولكن كيكون الثمن ديالو يعني منخفض. اليوم المغرب ما كيتجاوز 30% من الدواء الجنيس، مقارنه مع امريكا اكثر من 70%، انتم كتعرفوا القدره الشرائيه بيننا وبين امريكا. ولهذا نقوموا بهذه المهمه من اجل الوقوف على التوصيات اللي كانت ازيد من 98 توصيه في الولايه السابقه، شنو تنفذ منها من المهمه السابقه، شنو مازال ما تنفذش، وعلاش ما تنفذش. السؤال الثاني، ما هو برنامج عمل اشتغال هذه اللجنة الاستطلاعية؟ بالنسبة لعمل برنامج اللجنة وباقي اللجنة الاستطلاعية، هو الزيارات الميدانية والاستماع لمختلف المتدخلين لإيجاد حلول مؤسساتية داخل البرلمان. وكما تعلمون أشغال المهام الاستطلاعية تبقى سرية إلى حين إصدار التقرير النهائي الذي سيحمل بطبيعة الحال توصيات وخلاصات الاشتغال إن شاء الله. السؤال الثاني، ما هو برنامج عمل اشتغال هذه اللجنة؟ كما كتعرفوا بأن مديرية الأدوية يعني مديرية تابعة لوزارة الصحة، ولهذا اللقاء الأول اللي غادي يكون إن شاء الله في الأربعاء المقبل غادي يكون في مقر وزارة الصحة بحضور يعني المدراء المعنيين وخصوصا مديرية الأدوية. السيد الوزير غادي يدير لنا واحد العرض، ومن بعد غادي نطرحوا بعض الأسئلة والوثائق اللي غادي نحتاجوا، والمرحلة الثانية تكون زيارة ميدانية لمديرية الأدوية من يعني باش نوقفوا على الاختلالات اللي كنا سجلنا في المهمه الاستطلاعيه الاولى من بدايه تسجيل الملفات، لان القانون كيتسجلوا بواحد الطريقه جد بدائيه في ريجستر عادي، ان حتى الشركات كيصعب عليهم يتبعوا الملفات ديالهم. كنا اقترحنا باش يكون داك الشيء يعني في واحد اللوجيسيه معلوماتي باش يمكن حتى دوك الشركات تكون شفافيه في تتبع الملفات، وامور اخرى ديال لوتوريزاسيون ديال الاي ام ام يعني الاذن الوضع في السوق كانت كتعطل اكثر من سنتين ثلاث سنوات، كنا اقترحنا على اساس تهبط لست شهور ثلاث شهور، لان هذا هو اللي كيشجع باش يكون الصناعة الوطنية يعني تنتج في الدواء الجنيس. مسألة أخرى، شنو هو يعني البورسنتاج ديال الصناعة الوطنية اليوم بالمقارنة مع السنوات الماضية؟ واش كاين يعني الصناعة يعني ديال الملتي ناسيونال اليوم واش هي اللي مهيمنة أو لا الإنتاج الوطني؟ يعني قاعد الأمور غنوقفوا في مديرية الأدوية، ومن بعد زيارة للشركات المعنية غادي نختاروا بعض الشركات من أجل الوقوف على الإكراهات اللي عندهم تاهم. السؤال الأخير، ما هي الأهداف المتوخاة من عمل هذه اللجنة الاستطلاعية؟ بالنسبة لأهداف عمل اللجنة، يتجلى بالأساس بالوقوف على حقيقة الأوضاع المرضى والمستشفيات العقلية والنفسية، والتعامل بإيجاب مع المعطيات التي قدمتها الجمعية الوطنية للأطباء النفسيين، وما تداولت وسائل الإعلام حول معاناة المرضى النزلاء وكذلك الأطر الطبية والشبه الطبية بهذه المستشفيات. صراحة نريد التفريق بين صنفين من الأمراض وهي النفسية والعقلية، وأيضا تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي وصف الوضعية الراهنة لهذه المستشفيات بالكارثية والتي تستدعي تدخلا طارئا من طرف الجميع. فالبرلمان هو أول متدخلين إن شاء الله، وهو مرآة المجتمع. بعد انتهاء من عمل هذه اللجنة الاستطلاعية، ما هي الأفاق المنتظرة والأهداف المنشودة من عمل هذه اللجنة؟ الهدف الرئيسي من هذه اللجنه اولا يعني قلت تخفيض ديال ثمن الادويه، ثانيا تشجيع الصناعه الوطنيه، لان ملي كنقولوا تشجيع الصناعه الوطنيه يعني ملي كنعطيو هذه لوتوريزاسيون كتسمى لا ام ام لوتوريزاسيون دو ميزو مارشي يعني الاذن بالوضع في السوق،
واحد ديال الدواء واحد كيخلق لنا 10 ديال فرص الشغل. ثانيا الثمن كيهبط اكثر من 80% ديال الادويه. ثالثا يعني كيكون عندنا واحد الامن دوائي للمغرب والاستقلاليه ديال المغرب للدواء، لان اليوم بعض الشركات اللي كتهيمن على بعض الادويه مثل الكونسير يعني ولات كتبتز يعني الوزاره وكتبتز الوطن من اجل الاحتكار ديالها، ولهذا بغينا يعني واحد الاستقلاليه في الدواء. وكان مثال خير دليل ديال ليباتيت سي اللي كانت يعني واحد الطفره في الصناعه ديال الادويه، كانت كيدير 100 مليون في امريكا، اليوم ثلاثه واربع الشركات اللي كيصنعوه في المغرب ما كيتجاوز 3000 درهم وفيه التغطيه الصحيه، وهذا هو اللي بغينا نوصلوا له من اجل يعني تسهيل الولوج للمواطن الادويه بثمن مناسب وجوده عاليه. والآن نفسح المجال أمام أسئلة البرلمانيين وأجوبة السادة الوزراء عليها. السؤال الثاني والثالث تجمعهما وحدة الموضوع، إذا غادي نعرضهم مرة واحدة أو دفعة واحدة، وغادي نبدأ مع السؤال لفريق دستوري الديمقراطي الاجتماعي وموضوعه نقص الأطور الطبية بالعالم القروي. تفضل السيد الرئيس. أنا سيد الرئيس، سيد الوزير، سيدات السادة المستشارين المحترمين، أولا سيد الوزير لابد من إبداء ملاحظة على أن هذا السؤال متعلق بنقص الأطر الصحية بالعالم القروي غير مقرون بالظرفية الحالية المتعلقة بانتشار وباء كوفيد، على اعتبار أن هذه الظرفية هي استثنائية، وعلى اعتبار كذلك على أن المنظومة الصحية العالمية في ظل أو أمام مواجهتها لهذه الجائحة فقد ظهر عجز خاصة في مجال خصص ديال الأطر الطبية، وبالتالي طبيعي خلال هذه الظرفية حتى المنظومة الصحية الوطنية تعرف هذا العجز. سؤالنا ليس له ارتباط كما قلت بهذه الظرفية الاستثنائية، وإنما يتعلق بالخصاص المتعلق بالأطر الصحية من ممرضين وأطباء بالعالم القروي. مثلا جماعة البراكس بدائرة واتزم كالجماعة فيها 12 ألف نسمة والمركز فيه ممرض واحد. كاين مثلا جماعة الكفاف عندهم تقريبا تاهما نفس العدد ديال النسمة، ممرضين، وكاين طبيب زائر كيجي عندهم يومين أو ثلاث أيام في الأسبوع. شكرا، الكلمة للسيد الوزير. رئيس، سيدات والسادة المستشارين المحترمين، الكل كيعلم أن مسألة ديال الموارد البشرية مسألة مشكل عويص، لأنه هذا تراكم ديال عدة سنوات والنقص كبير واللي حنا كنحاولوا نتداركوه تدريجيا. فالوزارة كتبذل واحد المجهود كبير لسداد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية وخاصة في العالم القروي من أجل ضمان الاستمرارية والفعالية للخدمات الصحية والولوج المتكافئ إليها. كيبقى مجهود كيخصنا نوصلوا للنتائج. ومن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن إعطاء الأولوية للمراكز الصحية بالوسط القروي من حيث فتح المناصب الجديدة للأطر الطبية وشبه الطبية مع الرفع من كفاءة المهنيين الصحيين في مختلف البرامج الصحية. تم في هذا الصدد برسم سنة 2019، كنعطيكم أرقام، توظيف 81 طبيب عام من أصل 194. أنتم كتعرفوا أن هذه نسبة ديال 42%، وراه كيندوزوا المباراة وكينجحوا الناس وما كيلتحقوش، لأنهم كيمشيو عاوتاني يمشيو يديروا الاختصاصات ديالهم. 42% بالمؤسسات الصحية بالوسط القروي والمناطق النائية، وذلك من أجل دعم المراكز الصحية الغير متوفرة على الطبيب وكذا تدعيم التكفل بالحالات المستعجلة، مع العلم أن الوزارة خصصت 111 منصب للمؤسسات الصحية القروية، إلا أن الباقي عزف عن الالتحاق. هذا الشيء اللي شرحت لكم. وقبلها أي برسم سنة 2017 تم تخصيص 85% من المناصب للتعيين ديال الأطباء العامين، 100 ديال المناصب من أصل 118. وفيما يخص الممرضين تم فتح 705 ديال المنصب بوسط القروي والمناطق النائية بنسبة 67%، وذلك لتشغيل المؤسسات الصحية المغلقة والحديثة البناء. المشكل فين كان؟ هو في الالتحاق ديال الناس. إذا خصنا إعادة النظر في هذه المنظومة والسياسة اللي كنعملوا بها والجاذبية اللي خصنا نخلقوا في هذا النظام الصحي باش الناس يبداو يلتحقوا في هذاك العالم، لأن كل واحد كيشوف واحد المنظور ديالو. فبالتالي أنا كنقولها وكنعاود نكررها وقلتها شحال من مرة، أن التدبير الجهوي مع البرنامج الطبي الجهوي هو اللي غادي يحل لنا المشكل، وغادي نشوفوه في الإصلاحات اللي جاية مستقبلا إن شاء الله.
وبهذا مشاهدينا نأتي إلى نهاية هذا العدد من المجلة، شكرا على وفاء المتابعة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله.